السلام عليكم، صباح الخير. الساعة دلوقتي 5 الصبح واحنا مسافرين. أخوك فين؟ كنت بجيب شنطة بس. تعرف مسافر دلوقتي يا ابني؟ تخلص يا ابن. يلا ما تخافش، كده كده لما ينشف هيطرى. هو مش هينشف قوي، هيطرى. لسه بيبقى فيه حراره من جوه، الحراره دي بتخرج بخار، البخار ده بيسخنه تاني، بيخليه يطرى يعني. والله مش ده ملاش تقدير، ده هو ما يلزقش في ده، عشان لو دي لزق في ده وقعد يوم كده هتلاقيه مسرور معانا. اكل علامة احمد بدرة في علم الخبز. احنا لسه لمينا المحصول ده، بس طبعا ما صورناش واحنا بنلمه. شوفوا بصوا ازاي في الجوافة، بنستكشف. هي بصة ايه دي؟ طب نفتح الاول الجوافيه عشان ممكن يكون مدود. نحط سهل القطع على الشفشاف. اهلا وسهلا يا باشا. الحمد لله على السلامه يا عم عبد الله. فكرك كده ده فيديو. فيديو ايه؟ ايه ده؟ الله الله، انت جاي تاخد سيشن بقى. لازم تسيشن. احنا تعبنا عشان اللحظه، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه والله العظيم. بس احنا قلنا هنسرقه من السنه اللي فاتت. بس طب بص، تعالى امشي من اهوت هتلاقي كواه، اقسم بالله. الله مرصوص. السلام عليكم يا اهل ديار المؤمنين. انتم السابقون. العصفور على الرينج. اعمل سته. خلاص اعمل ستة يا احمد. بس خلاص احمد دلوقتي هيسيح الرنجة ويحط عليها الخل والليمون بتاعه. يوسف خوش نام ما خوش ميرني بر بام ما ای در شکست جان ما ای بر درید. بص عرف نفسك. بص لا مش عرف نفسك، ده عبده اخو احمد. خلاص هاتي. طيب احنا جينا هنا عند واحد صاحبهم، هم دلوقتي بيلعبوا دومنة. سبعة اتنين وتين. والله والله انت عارف انا عايز اعمل ايه؟ شو بقى هو الساعة 3؟ اللعبة زي ما تكون قادم تلعب. عايز تفوق؟ انا مضطر، ما مالوش من اي حاجة.
صباح الخير. تاني يوم احنا امبارح ده كان يوم متخلف. احنا ما نمناش امبارح، رجعنا من عند صاحبنا الساعة 2 الساعة 4، جينا هنا رحنا غيرنا ورحنا نزلنا البحر، والساعة دلوقتي 3 العصر. تعظيم الشقة بعمل فداء لسه سنة ولا ما اللي خد 16 سنة وتعبنا دول يعملوا ايه؟ ارقص ان شاء الله فضلت خيركم. عندنا فراخ تمام بورق لورو في صور كده يا استاذ، اتفضل. ايه رايك؟ ايه رايك؟ هناك بتاع الدش ان شاء الله الاستاذ بتاع الدش عازمينه عندنا النهارده. والله حر نار في جديده بس هو كده. عندنا ان شاء الله مكرونه، صور كده يا استاذ، صور كده يا استاذ. دي صلصه كده هنحطها ان شاء الله نستخدمها في اي حاجه مش عارف ايه كده. مفيش حاجه باينه، مفيش حاجه باينه اصلا. نايم خايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعه ما جينا هنا واحنا بنمشي ما شاء الله، يعني احنا اصلا دلوقتي هنمشي لنا بتاع 6 كيلو ولا حاجه رايح و6 كيلو جاي، واحنا مشيناهم امبارح برضه. في واحد ميت هنا. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 2:30. Hey guys. Hello. مش هنركب الاكس 6؟ لا مش هنركب تاكسي. الساعة دلوقتي 4 الفجر واحنا راجعين، بقالنا كام يوم كده مش ما بننامش كويس خالص، الدنيا بايظة. النهاردة ثالث يوم، انا دلوقتي على الكورنيش والرجالة لسه جايين، وما صورتش حاجة النهاردة لان ما كانش فيه خروجات حلوة، يعني يدبك على قد المشاوير بتاعت البيت. احلى حاجة هنا ان الدنيا هادية خالص، مفيش اي حد في الشوارع زي ما انتوا شايفين كده، ده الكورنيش فاضي خالص. في حاجة حلوة بقى في الموضوع، ان انت لما تخرج او تطلع كده كام يوم كده مع اصحابك، احسن حاجة فيها ان انت ما بتشغلش نفسك بالتليفون، بتبقى منفصل تماما عن النت والتليفون والكلام ده، بتبقوا متفرغين لكل يعني اصلا مفيش وقت ان انت تمسكه، فيا اما بتخرجوا يا اما بتقعدوا مع بعض، مفيش وقت ان انت تضيعه على النت والتليفون، فبتبعد، فبتخلي الحاجة دي برتاح جدا لما ببعد عن التليفون. سبحان الله، يعني في ناس بتحب الهدوء ده وفي ناس ما بتحبوش، بس انا من عاشقين الهدوء ده الصراحة. صباح الخير، النهاردة رابع يوم وطالعين دلوقتي على البحر. الشمس طالعة بشكل خرافي ما شاء الله. هصورك. بصوا أحسن وقت تروح فيه على البحر الساعة 5 الصبح. شايفين الشمس عاملة ازاي؟ صياد بيصطاد.
الساعه دلوقتي الكهرباء قطع من ساعتين والرجاله نايمه عادي خالص ولا كاني في اي حاجه، مش عارف اعمل ايه الصراحه. كنا رنجة اصلا انت فرتكت الاكل يعني صينية رنجة. رنجة دي بقى يا احمد هي بتخلص بسرعة يا جدع، ولا انت اللي بتخلصها بسرعة؟ بتخلص بسرعة، بيفتح وبيقفل. انت قاعد بتتأمله؟ ايه؟ انا سبته شوية هنا مستنيه يفتح. فتح والبتاع اللي جواه خرج، وبعدين لما جيت اقرب منه قام دخل تاني. انت حاطط له ملح؟ اه يا جدع. اه والله فاضي يا ليه. دي لقطة ملهاش لازم فيديو والله. استنى ما اعمل زوم. يلا حد يمسك بقى اي حاجة من جوه. حد يمسك جوه شايف من جنتلمان. انتظرونا يوم الجمعة في الفلوج الجديد. يوم الخميس. يوم الخميس اه خلاص. يوم الخميس ان شاء الله الفلوج الجديد الساعة 9 بالليل. ليش انا قررت الساعة 9 بالليل؟ ليش تبش يبقى بص في التليفون قوي. يبقى بص في التليفون قوي يا باشا. لا الشجره اللي واطي انت اللي ماسك التليفون. شبشب ايه ده؟ ده الشبشب جايبه من ايسلندا. ده لما كنت في رحله في باريس فعديت على ايسلندا قلت عشان اجيب الشبشب ده مخصوص. طب وبتاع اهو. لا ده كنا جايبينه من امريكا يا جدع. النضاره مع نضارة مدراع واحد. دي لسه ما نزلتش. دي الموضة الجديدة. جايبهم انا اللي كنت سايق له التوك توك. انتوا كذابين والله. احسن من انك تمشي الساعة 3:30 الفجر، 3:15 الشوارع فاضية خالص. بقالنا كام يوم بنروح الساعة 4 الفجر. نومنا طبعا بايظ الايام دي، النظام كله متلخبط الاسبوع ده. اوعى مش يلا امشي. شو استنى استنى روح روح يلا روح. قول له بالراحه بالراحه عشان ما يزعلش. بالراحه يا عبد الله. صغير صغير ده. الكلب يا جماعة من أوفى المخلوقات. أوعوا تزعلوا كلبكم. أنا لو عندي كلب هحترمه جدا جدا. ده كلب لطيف شريف عفيفي. أنا معرفوش. أتمنى يكون بيني وبينه صداقة. تعالى هنا خدها مرة. خدها عشان ما زعلش منك. تعالى خد بس أقول. صباح الخير. النهارده خامس يوم واخر يوم ان شاء الله. احنا مروحين النهارده. في حاجات ما عرفتش اصورها، في حاجات صورتها، فيا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. في ناس يعني انا بقابل ناس عموما يعني مش يعني بيقول لك انا ما عنديش وقت لده، ما عنديش وقت ان انا اخرج واسافر. انت شخص بتسافر وما وراكش حاجة ومش شايل هم وكده، فبمزاجك. بس ما تنساش ان هدفك الرئيسي اصلا في الحياة ان انت تبقى سعيد. فدايما خليك فاكر ان هدفك الرئيسي هو السعادة. السعادة دي هتتحقق بحاجتين. الحاجة الاولى ان انت تعمل اللي انت بتحبه، والحاجة التانية ان انت تحقق انجاز في الحاجة دي. لازم تبقى فاكر ان انت مش لازم طول الوقت تفضل شغال في ان انت يعني حتى لو انت بتعمل اللي انت بتحبه دلوقتي، فمش لازم تبقى دايما على طول ماشي بتعمل فيه. لازم يبقى فيه فاصل في النص. فهو ده الفاصل بتاعنا، علشان الناس ما تكونش مفكرة ان احنا دايما كده ودايما بنسافر وحياتنا رايقة وكده. اظن كده الفلوج خلص.
او الفيديو بقالي تقريبا من يوم السبت وانا بصور والنهاردة الاربع ومش عارف الفيديو ده هيتمنتج امتى. هنا ان شاء الله الاسبوع خلص, اشوفكم في تجربة تانية مختلفة وفيديوهات تانية ان شاء الله. ودايما خليك فاكر ان هدفك الرئيسي هو السعادة. سلام.